بسم الله على بركة الله المكونات عندي 200 غرام من شكلاط أسود نوعية جيدة خضو اللي تكون فيه نسبة الكاكاو عالية تقريبا 55% مع 60 غرام ديال الزبدة أيضا نوعية جيدة خاصة بالأكل هاد المكونات ضروري ما تعبروها بالميزان هذا هو الشكلاط اللي استعملت كما كتلاحظوا هاد العلبه كيكون الوزن ديالها وسبعين غرام بطبيعة الحال غادي نضيف شكلاط زياده حتى كنحصل على ميتين غرام كنعبروها بالميزان ضروري غادي نذوبو على طريقه حمام مائي دائما كنوضعوا واحد الاناء لتحت اللي فيه الماء كنوضعوا الاناء اللي فيه الشكلاط والزبده الفوق حتى كيدوب كنخليو فيه شويه ديال القطع ديال الشكلاط والزبده خارج النار كنحرك مزيان كنحاول انني نبرد هذا الخليط ما غنضيفوش على الخليط الاخر وهو سخون المكونات الاخرى راه عندي جوج ديال البيضات رشه من الملح كيس سكر فانيلا مع 100 غرام من سكر سنيده من الافضل تكون سنيده لرقيقة او كتغربلوها هنا مستعمله كاس ديال الشاي العنبه كيعادل 100 غرام ضروري ما تعبروها بالميزان كنأكد باش تحصلوا على نتيجة جيدة كنخفق المكونات جيدا بالطراب الكهربائي حتى كتنساجم وكنحصل على خليط اللي كيكون اللون ديالو أبيض ضروري ما يكون الخليط مخفوق من قبل المكونات كتخلط مزيان كنحاول انني نبرد هذا الشكلاط دائما الشكلاط ديالكم هو الاول كتأكدو انه كيكون دافي ما تضيفوش على الخليط ديال البيض وهو كيكون مازال سخون عندي ميتين غرام ديال الطحين مع ملعقه صغيره من خميره الحلويات اول حاجه غادي نضيف الخليط ديال الشكلاط بعد ما كيكون دفع. ما يكونش مازال سخون كنضيفه دفعه واحده عاد كنخلط المكونات كاملة باش كتنسجم كيكون عندي الخليط كله تلبس بهذاك الشوكولاط والزبده كنخلطو بالسباتيله من الاسفل الاعلى الخليط ديال الشكلاط غادي يهبط لكم الاسفل حاولوا تخلطوا من تحت للفوق من تحت للفوق حتى كينسجم كله مع بعض انا هاد كوكيز شاركته معكم سنه 2017 في شهر فبراير وكانت لي تطبيقات كثيره من قبل الاخوات وجاتني طلبات كثيره باش نعاود نسجل الفيديو كاين بعض الاخوات اللي ما نجحوش في الوصفه والعديد منكم اللي صيفتوا لي التطبيقات ديالو نجحتوا في الوصفه غادي نعطيكم نصائح باش ينجح معاكم كنضيف هنايا 200 غرام ديال الطحين مع ملعقه صغيره من خميره الحلويات هاد المقادير مضبوطة ضروري ما المكونات كاملة بالميزان باش كتحصلوا على نتيجة جيدة كنخلط دائما غير بسباتيلة من الأسفل الأعلى حتى كتنسجم ليا العناصر كاملة كنحصلوا على خليط لكي كيكون القوام ديالو سائل خفيف ماشي متماسك كيصعب علينا أننا نشكلوه كريات ضروري كنحتفظوا به في الثلاجه حتى كيتماسك عاد كنمروا للتشكيل ديالو كنحصل على هذا القوام كما كتلاحظوا خفيف هنا كتبقى مساله اختياريه كنضيف مقدار ملعقه كبيره او ملعقتان من بيبيت شوكولا حبيبات الشوكولا الخاص بالكوكيز كنضيفها للخليط وكنخلط من الاسفل الآلة كنتخلص من هذا الفائض اللي عندي في السباتيلا وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وندخلها للثلاجه كتكون في حدود 15 دقيقه كافيه كيتماسك لنا الخليط في حاله ما تماسكش لكم الخليط كتخليوه تقريبا من 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه انا ربع ساعه كتكون كافيه انه كيتماسك هنا بعد مرور ربع ساعه ضروري ما تقلبو في الثلاجه يعني غتحلوه تقلبوه لقيتوه تماسك كتخرجوه كتمروا للتشكيل ديالو لاحظوا معايا كتحطوا الاصبع ديالكم كيبان لكم الخليط قاصح بدا كيقصح كنحتاجوا حبيبات شوكولا بيبيت شوكولا او ممكن ديروا آه القرقاع اللي هو الجوز تكون مهرسينه شويه باليد يعني كيبقى مساله اختياريه انا كنفضل نستعمل حبيبات شوكولا هذا الا بغيتوا التغيير كتشكلوا كريات هنا لكم الاختيار بغيتو تاخدو الكرة توضعو ليها الوجه ديالها في حبيبات الشوكولا عاد كتوضعوها في الطاوة او كتشكلو الكويرات ديالكم وتحطوهم في الطاوة عاد كديرو ليهم من الفوق حبيبات الشوكولا يعني كيبقى لكم الاختيار الا وضعتو الكرة الوجه ديالها في بيبيت شوكولا كتهز معكم كميه كثيره وكيجي المنظر ديالو جميل الا حطيتو غير بالاصابع ديالكم كتجي الكميه قليله هذا راجع لكم انا عطيتكم اختيارات باش يعني تفرقوا بين الطرق بجوج يعني كيبقى لكم الاختيار كما ممكن ديروا كما ذكرت لكم الكركاع اللي كيكون مهرمش اللي هو الجوز يعني كيبقى شويه قطع كبيره كنوضعهم في الطاوه هنا كما كتلاحظوا هاد الكميه مازال ما وضعش لا بيبي شوكولا غادي نوضعها الكميه حصلت تقريبا على 28 قطعه الكره تقريبا تكون فيها 20 غرام 21 جرام ما تكونش كبيره ما تكونش صغيره باش كتحصلوا على نتيجه مزيانه بالنسبه للفران سخنته من قبل واحد الخمسة دقائق فرن متوسط درجه الحراره نار من اسفل فقط غادي ندخلوه في حدود 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه ضروري النار تكون متوسطة ماشي مرتفعة خليوه حتى يبرد حتى يبرد تماما عاد كتحيدوه من طاوة من الورق او او سيلبات سيليكون حتى يبرد ضروري كنأكد حتى يبرد عاد كتحيدوه من طاوة هذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب الوقت اللي غادي تدخلوه الفران ما كتبسطوش نهائيا هو كياخد الشكل ديالو في الفران بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفران من التحت ومن الفوق ممكن تشعلوا التحت والفوق تكون نار مهيله فقط ما تكونش نار مرتفعه وكنفضل انا تكون نار غير من اسفل انا عندي فرن الغاز بمروحه ممكن تشعلوا التحت والفوق كما ذكرت لكم غير الفوق يكون نار مهيله ما تكونش مرتفعه وما تخليوش مده طويله في الفران لاحظوا معايا كيجي كوكيز لي معلك معلك المذاق ديالو هائل كيحمق مذاق الجديد بزاف غير ضروري تكونوا مقيدين بنفس المكونات ونفس المقادير كتحصلوا على كوكيز شهي ولذيذ وتقدموا للاطفال ديالكم بالصحه والراحه وهذه هي الصور النهائيه اي سؤال مرحبا كما ذكرت لكم الوصفه شاركتها معكم سنه 2017 في شهر فبراير غادي نوضع لكم الرابط في صندوق الوصف يعني نفس المكونات ما غيرش في المكونات نهائيا هذه هي الوصفة المعتمدة عندي دائما كانت معكم ريحانة كمال انطلقوا في فيديو جديد بإذن الله خليت لكم الراحة في أمان الله